ولك ولي علامتي ولي علامتي على المصيبة ولي علامتي لك يا فضيحتك يا وسام يا فضيحتك يا فضيحتك قدام العيلة وقت العيلة ولك ترباتي ولك ترباتي هاي الكلبة تربات ايدي هدول فتحتنا لك روحوا انكشوا من تحت ما تبي لها تجيبوا لي اياها ولي علامتي ولي علامتي ولي علامتي الله لا يوفقك ان شاء الله يا ربا ان شاء الله بيجيني خبرك قبل ما تغيب شمس اليوم الهي خلصنا امي خلصنا بالشرج حرام عليك ولك في امي بتدي على بنتها هيك كل هولا شو بدك اياها تقولها كان لك خلص فورا ثبتوا التهمه لك والله العظيم حرام فورا ثبتوا التهمه لك يحرم جلد عن عقبه لهالحقيره روحوا جيبوا لي اياها هلا خليني فش خلقي فيها بعدين تعال شوف انت اللي عم تدافع عنها فيك تقلي ليش ما كان عندها جواب لما جوزها سأله وين كنتي؟ لا ما عندي جواب بس عندي سؤال كان المفروض تسأله لسهرك العظيم شو هو بالله؟ وقت اللي فات على البيت واتصل فيها من البيت وعرف انه هي كذابة ليش ما قال لها انه هو بالبيت وعرفان انه عم تكذب عليه؟ وليش لحتى يقلها؟ ولك لانه على فرض هي رايحة لحتى تخونه بجوز اللحظة اللي اتصل فيها ما كان صاير شي لسه يعني كان عنده فرصة يمنعها إيه بس هيك ما عاد يقدر يمسكها بالجرم المشهود بالله ليش شو المهم ماما؟ شو المهم وسام؟ يمنع مرته تغلط ولا يتركها تغلط لحتى يمسكها بالجرم البطيخ تبعه هلا لا تعمل لي فيها فيلسوف ولك اصلا هي لو ما كانت واطيه وحقيره والغلط راكبه من راسها لاصفار رجليها ما كانت هربت وطفيت موبايلها لك يا سيدي حتى لو صح يلي عندها واحد مثل سامر اولته واخرته رح تهش منه وتعرف غيره لك خرس ولك خرس عسى ما اصلح الكف يشلك نيعك تفو عليك يا واطي عم دافع عنها حيوان ايه تدافع عنها ويكون بعلمك اذا بتكون مو غلطانه انت وصارك اكثر اثنين تتحملوا المسؤوليه لك مع مين عم بحكي انا ما اساسا الاولاد ما كانت رضيت تتزوج اول واحد بابنا بس لحتى تخلص منك من فقارتك لك انا حقير يا واطي ولك انا حقير ولك لك اتركه لك خلصنا معه بدل ما عم تتقوى انت وياه على بعض روحوا دوروا عليها روحوا شوفوا مين علم عليكم انتوا الاثنين روحوا شوفوا مين اللي وطى راسكم ووسخ سمعتكم حتى بالارض لك لا هو من تحت الارض لهالعايبه هي ما لازم تضل عايشه ولدي اياه شو بدي اعمل اكثر من اللي عملته انا ما خليت حدا بتعرفه الا وسالت عنها ما خليت مستشفى ولا اوتيل ولا مغفر الا وسالت عنها كان بدك تشوف عيون الناس وجهي عم تطلع فيني وانا عم بسال عنها لهالواطي تمنيت الارض تنشق وتبلعني فكرك الناس ما بتعرف امي الله اعلم شو كانوا يقولوا ادير ظهري وامشي لك يا امي يا حبيبي صهرك ما بينشد الظهر فيه هو شو بهمه بكره بينزل على المحكمه بكلمتين بيطلقها بشيل العيب عن كتافه بحطه على كتافك وكتاف اخوك ما راح تروح ضيع عليكم انتو انا بكره بموت الناس هي اللي بدها تلحقكم انتو وتقول هدول اخواتها للعايبة وين ما رحتوا وين ما جيتوا راح يلحقكم العيب من ابن لابن لك امي كل شي بموت الا العيب ما بموت انا وكيلك ما بموت روحي يا ربا يا بنت بطني روحي الله لا يوفقك لا دنيا ولا اخرة ان شاء الله بيفرجيني فيك يوم الهي يا رب لك يا ريتني دفنتك بايدي هدول قبل ما عملتي هالعمله يا واطي صباح الخير معلم صلاح صباح الخير يعطيك العافيه مسيح شكرا زاد لك معي شيء مهم مسيح يعطيك العافيه الله معك لحظه دائرة الباب الله يصلحك انت قلي لنا كنا اعطيناك المفتاح تقفلي على اساس انت كان لك حيل ترفع ايدك نمت مثل القتيل قصدك مثل اللي اكل قتلي
ولا ليش قتلي؟ أكلنا قتلتين امبارح بسببي. والله ما حدا ضربك على إيدك. لا عن جد ما حدا ضربني على إيدي، ضربوني على وشي على بطني على ظهري، بس على إيدي ما حدا ضربني. اللي بده يعمل قبضاي بده يتحمل. أنا بتحمل ما بتفرق معي، بس أنتي طلعتي وحدة ما بتستاهلي. شو قصدك ما بستاهل؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك، يعني بعد كل شيء صار امبارح تركيني منحوش برا على الكنباية وبتفوتي على غرفتي لا وبتسدي الباب بالكرسي، يعني ما بعرف فعلا ما بتستاهل. وشو بتريد حضرتك؟ احملك حطك على التخت ولا اترك الباب مفتوح مشان في الاقيك فوقي؟ ليكي انا طلبت فطاير مشان انه ناكل سوا وعلى اساس يصير في بيناتنا خبز وملح، بس بالظاهر انت فعلا ما بتستاهلي. بحب ذكرك انك انت اللي اصريت اني ابقى هون، وانا لو مو شايفتك متأذي وخايفه يلزمك شي ما تلاقي حدا يلبيك ما كنت بقيت للصبح. عن اذنك. لحظه، وين رايحه؟ نعم بدي اطلع. ما في تطلعي. ليش بقى؟ مو معقول يعني تطلعي هلا قدام الجيران وتفضحينا، عدي كم ساعه ثانيه بس لحتى تعتم الدنيا. تعتم الدنيا؟ لسه الساعة 8 وربع الصبح. دخيلك يعني تحملين هالكم ساعة، بكفي اللي صار من تحت راسك امبارح. ايه بتحمل. شو؟ لك لا تأخذينا ها؟ هدي وائل هدي، مشان الله هدي حالك. لك شلون بدي هدي؟ عم قلك الدنيا قايمة قاعدة عنا، هذا اللي بده يقتل وهذا اللي ما بيرضى بيقل من الفرم. لعمة لهالدرجة؟ أمير أنت شو رأيك؟ أنت مصدق؟ لك لا يا وائل، شو عم تحكي؟ أنت بتعرف إنه أختك هي أختي. بس بس شو؟ لك أنت تدافع عن حالها بشي حرف، لك تحكي لها شي كلمة يا زلمة. لك هذا زوجي أنا من يوم يومي ما بطيقه. إيه لا تحكي لي عنه، بعرفه، سئيل كتير. لك كان مدوق المر. ليك ليك بعدين برجع بحاكيك. يلا باي باي. ماشي وائل، مع السلامة. صباح الخير بابا. أهلين صباح النور. شو ماما وميادة وينهم؟ نزلوا لتحت عند خالي نبيلة. ماشي. الفطور صار جاهز إذا بدك. ماني جوعانة. ايه على راحتك. بس وينك فطاير الزعتر؟ مو طيبة إذا بردت ها؟ قلت لك ماني جوعانة. خلص ماشي ماشي على راحتك، لا تعيطي تفضحينا هلا.
فيني فوت؟ تفضل. هلا مو مشان شيء يعني، بس انه ما حلو تجي لعنا وتنامي هون وما نقوم بالواجب. راح اطفن هون جنبك. ايه على فكرة أنا نمت امبارح بلا عشاء وماني متعود اطلع على ريق بطني من الصبح. بالمناسبة أنا آسف يعني إنه أنا هيك تقلت عليكي وحرجتك، بس كمان أنت يعني ما معقول هيك تحرجينا وتسكري الباب. شو شايفتيني؟ يجوز ماني شايفتك بس شايفة كتيرين غيرك. لا يعني ما بدك تعتذري. بلا أنا آسفة. خلص يا ستي حصل خير، تفضلي. شوي شوي على الشام. انت ما بتشتغل شيء يعني؟ مو المفروض مثل هالوقت تكون بشغلك؟ بلا بشتغل بس اليوم عطلة. شو اليوم؟ تاني هلا؟ ما شاء الله على الزكاة. ايه هلا. رجالي ولا نسواني؟ لا رجالي. انت شو بتشتغلي؟ ست بيت. واضح. من شو واضح بلا؟ شايفة؟ كل ستات البيوت متعودين هيك يتنتوروا. قلت لك أنا آسفة. عم نمزح معك ولو شبكي. ما بني شي. بس عن جد إذا قصة الطلعة بنهار ما فيها مشكلة خليني أتيسر. خلص ماشي على راحتك. وهي صار بيناتنا خبز وملح. وشكراً على كل شيء قدمت لي إياه وأسفة على وجع الراس اللي تسببت لك فيه. الحقيقة مو وجع راس، وجع عصعوص، وجعني عصي. طب ممكن تشوف لي الطريق إذا سالك؟ يلا على راحتك. لحظة. والله كأنه أولاد الجيران عم يلعبوا برا. بدك تأجليها شوي. يعني ما رح أقدر أطلع؟ يعني أديلك شي ربع ساعة بعدين بتطلعي. تشربي فنجان قهوة؟ اوكي.